حاولت أشق الطريق للسد، لكن صراحة حتخرب سيارتي لأنه طريق ما هوش أسفلت وفي الوادي وحجر وما عرفشيش، ماني عارف واش نكمل ولا نرجع. الوادي صعب بصراحة، شوف الحجر هذا، كان الموية بيجي السيل كان يجي هنا ورجع السيل هنا وخلص. وقفت انا هنايا، ممكن تستمر نشوف اذا قدرت اوصل ولا لا. طبعا السيارة عندي قصيرة، لو جيب كنا وصلنا بخير وعلى خير، لكن هذه مزرعة زرعين هنا طماطم، شو البقولة والطماطم. هذا الوادي بدنا نحاول نمشي نشوف، فاضل لي تقريبا شي 10 دقائق للسد. صراحة محاولة فاشلة، ما قدرتش، السيارة ضعيفة في الجبال هذه، والطريق الوحيد اللي على الوادي هذا سد السيل الكبير، تعذبنا فيه على الفاضي. الحين نرجع دراجنا احسن، ان الوادي ما في طريق نهائيا، ما في طريق معبدة ولا طريق حتى ولو غير معبدة، المهم تكون مستقيمة، حجر والسيارة بتتحك وكذا مشكلة. شو الطريق انا يعني ماشي بشويش، انا السيارة يبغى لها جيب، الرحلات هذه يبغى لها جيب بصراحة، وانا غامرت وتهورت، قلت انا ممكن قريب الوادي لكن احجار ووادي احجار مش كويسه نهائيا. الطريق على راك غادي في وادي قروعند بالمغرب، خربنا السياره. شوف في طريق لكن طريق كله حجار، في بعض العثرات ما تقدرش تمر، السيارة عندي قصيرة، الحجر يضرب في القاع حقه. شوف الوادي هنا والله صعب، قابلت واحد الوانيت بس، وادي هذه الناس وين ساكنة، والله صعب صعب صعب. يعني غامرت أنا مغامرة سيئة، مغامرة سيئة جدا. أنا قلت ممكن الطريق قريب، معليش نوصل، أتاري جوجل أعطاني أنه بعيد، فضل لي 20 دقيقة. قلت 20 دقيقة في الوادي هذا ليه؟ 20 دقيقة نرجع نشوفه في الصور وخلاص. سد كنا عايزين نفوز به، شو النظر الى سد السيل الكبير، لكن الظهر ما عندناش حد. الامر اللي يبسطك انه الكهرباء واصل للقرى هذه، يعني الدولة ما خلت قرية ولا وصلت لها الكهرباء. يلا سيدي يلا، مغامرة وسط جبل السيل الكبير. شوف الأحجار هنا، شوف أوريكم بعدين سور مبني بأحجار، ما أدري كيف جابوها لي. شوف الأحجار هناك، سقطوا الأحجار ويحطها فوق بعض. شوف الجبل هنا، شو الأحجار هاي، ايش الحجر هذه، ينسفها ربك نسفا. شوف
هذا يزرع طماطم هنا، طلبت له طماطم. شوف الثاني وين ساكن، شوف هناك قمة. جايبين طماطم، حيجيب لي طماطم الحين.